الإعلامية رقية حسن وين الولدت وشنو حالتها الاجتماعية؟ شلون دخلت مجال الإعلام؟ شنو سالفة العكازة وياها؟ شنو الأفلام اللي مثلت بيها؟ حضر كوب الشاي وتعال احكي لك. الله بالخير، اللي ما يعرفني أنا عمر الرياض وهذا الدكان. رقية حسن انولدت ببغداد ومن ظهرت بالشاشة لحد هاي اللحظة ما ذكرت مواليدها، متزوجة وزوجها اسمه أيمن. بطفولتها كانت الأولى على المدرسة ودائما متفوقة، ومدرسة اللغة العربية اختارتها حتى تمثل بمسرح المدرسة، وأخذت دور البطولة بكل النشاطات على مسرح المدرسة، ولقبوها الطالب النموذج، متفوقة بالدراسة ونجمة على مسرح المدرسة. وكملت دراستها وتخرجت من جامعة بغداد كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية. بالإذاعة والتلفزيون كانوا محتاجين مترجمين وهي خريجة إنجليزي فراحت وقدمت. دخلت الاختبار ونجحت وبلشت بالعمل كمترجمة ومعدة، وبعدين اجتها فرصة ومثلت بالإذاعة فيلم ثابت أفندي للمخرج يوسف العاني، وبعدها مثلت الفيلم حذاري من اليأس، وقدمت برامج للأطفال منها حكايات البستان للأطفال وبرنامج شهد الأنغام. كل هاي الأعمال كانت فقط بصوتها، لأن هاي الأعمال كانت إذاعية. انتقلت بعدها رقية للعمل بالتلفزيون العراقي وتلفزيون الشباب، وقدمت برامج حوارية ثقافية وفنية مثل السينما في أسبوع ودندنة، وبقت إلى سنة 2003. وهنا اشتغلت رقية مراسلة اقتصادية لشبكة CNBC الأمريكية، وكانت تعد تقارير بمحطة CNN الأمريكية، وأيضا قدمت برنامج للرافدين سلام على إذاعة BBC البريطانية سنة 2004، وبعام 2005 غادرت العراق للإمارات. وبالإمارات بلشت ويا قناة الشرقية وقدمت عدة برامج منها نشرات الأخبار، برنامج تراتشي وهايلايت وخيرات رمضان، وبرنامج فارس على صهوة اللي قدمته ويا الفنان عزيز خيون، وبرنامج صاعد النخل ويا الفنان محمود أبو العباس. وأخيرا انطلقت ببرنامج ظهيرة الجمعة اللي استمر سنوات وحبوه الناس كلش. تعرضت بدولة الإمارات الحادث سير، وكانت حالتها خطرة وانقطعت عن كل الأعمال، بس قدرت تستمر على التلفزيون وهي تحمل عكازة. وقالت عن هاي الفترة: كنت أراقب نفسي دائما وأني أستند على العكازة، وكانت كلش خايفة أن تستمر على هاي الحالة وما تقدر ترجع لعملها من جديد. رقية بهاي الفترة كانت تريد تشوف فرحة الناس برجعتها، وفعلا قدرت تعبر هاي المرحلة ورجعت للشاشة والناس اللي حبوها. حصلت رقية على جائزة أفضل مقدمة برامج من مجلة عيون سنة 2009، وتكريم بقلادة الإبداع سنة 2011، وأفضل إعلامية عراقية بمهرجان عراق المبدعين سنة 2019، وجائزة العنقاء كأفضل مذيعة عن برنامج استراحة الظهيرة سنة 2019، وكرمتها وزارة الثقافة عن مجمل أعمالها، وأفضل ألقابها هو لقب المحاورة. هاي هي رقية حسن وهاي قصة حياتها، واللي عنده معلومات أكثر يا ريت يذكرها إلنا. ونذكركم تابعونا على قناة سامراء الفضائية، وإذا كنت تشوفنا على الفيسبوك لا تنسى الإعجاب بالصفحة، وإذا كنت تشوفنا على اليوتيوب لا تنسى الاشتراك بالقناة، واسمحونا نقفل الدكان ونشوفكم على خير.